مهم جدا انك تفهم العدو وتفكك تفكيره، ما نقعدوش احنا في نوع ما قمقم ما نخرجوش منه. العدو بالنسبه له هو هام جدا، المستهدف لا فقط تونس، هو الاقليم. نعرفوها ليبيا كانت تعتبر قاعده هامه جدا بالنسبه للناس هذوما، لك توفرت فيها غياب الدوله، توفر فيها السلاح، توفرت فيها الاموال، وترعرع فيها هذا الارهاب مع ما يسمى تجارب موجوده في العراق ميدانيه وسوريا. لذلك يلزمنا قراءه. صحيح يلزم نقولوا احنا تعاون، نجم نقول لك اي تعاون وبعدين هات الساعه نرجعوا ما يسمى كنا يلزم مقاربه شامله. هات نتكلموا على المقاربه الامنيه. المقاربه الامنيه صحيح نقر وقلنا الا فما ما يسمى بنجاحات على كل المستويات بالنسبه للمؤسسه العسكريه والامنيه، اكتسبوا تجربه على الميدان، تجهزوا ولو قايمين. على كل حال وصلنا في المدن تقريبا قضينا على ما يسمى بهذا الارهاب. بقت هذه الجيوب، كونوا واقعيين، هذه الجيوب لها الدعم، نعرفوا هذا ولا هذه الجيوب لا هي تدعم الان من 10 الان ماشيين 30 و40. هذا سؤال، منين جاء الناس هذو؟ جايين من العايدين من سوريا، خارجين ايضا من مناطق معينه وداخلين لغادي كذا. فما ما يسمى تكلمت من الاول قلت لك الارض 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 ارض ارضك، وانت من واجبك انك لا فقط تكتفي في وقت ما نقولوها احنا في قبل 2014 كان نوع ما الكونتينمنت يتسمى حصر المنطقه وتمشي بالمدفعيه والطيران. لا، لان فما حمله تمشيط صحيح، فما تحسن كبير جدا، لكن يلزمك تكتسح الميدان الارض، قضيه الارض. ونرجعوا لداعش. داعش اساسا اللي يميزها ايضا من القاعده انها يلزمها مواطن، هي عندها مشروع ما يسمى بالدوله. لذلك نكونوا واضحين هناك باش نجم تعالج، نكونوا عمليين. فاجعة صحيح وتألمنا، لكن هي حرب والحرب لها قواعدها، والقواعد أنك يلزمك الآن تدخل للميدان، تدخل بقواتك مجهزة أكثر مدربة كونت، تدخل الميدان ما تخليوش يتنفس.